بنظرة جديدة في مجال الصناعة العسكرية بالجزائر، أكد مدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء سليم قريد الثلاثاء أن القيادة العليا للجيش تسعى لإدماج المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الصغيرة والناشئة في الصناعات الميكانيكية العسكرية ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الرامية لاستبدال المكونات المستوردة بأخرى منتجة محليا. شوف هنا النظرة تاعنا. نعم. نظرة شاملة للصناعة الجزائرية. كسسوا كسسوا لي زونتربريز ناسيونال ولا بريفي، حنا نتكلموا على الصناعه اللي يشاركوا فيها كل المتعاملين الصناعيين، ولا نحن عندنا النظره باش نخدموا الصناعه كل ما هو اساسي برينسيبال في الاندستري عنده لونفيرونمون تاعو، لونفيرونمون تاعو هذا كامل راح يكون مشاريع الأخصائيين والشركات هذه الحكومة. سياسة القيادة العليا للبلاد المتمثلة في خفض فاتورة الاستيراد ترجمتها استراتيجية الجيش الشعبي الوطني بإدماج المؤسسات الخاصة والعمومية في الصناعات الميكانيكية العسكرية، يقول اللواء. والسيد رئيس الجمهورية مؤخرا طلب باش نقص الاستيراد. الاستيراد هذا لازم يجي بتضافر الجميع. تضافر الجميع. كنا نعمله في هذا الميدان. تحديث وعصرنة قطاع الصناعة العسكرية بالجزائر بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التي تجري في العالم ضمن استراتيجية أقرتها قيادة الجيش الشعبي الوطني.